راح نكمل الان حل هذا السؤال المطلوب اني الاقي السرعات. هلا احنا الانيشال في البدايه عارفينه قديش راح يتكون عندي. خلينا نحسب اول شيء الانيشال فورس اللي راح تطلع عندي اللي هي ستارتنج فورس. هاي مش مطلوبه بالسؤال بس بامكاننا نحسبها. هلا بدنا نقول اس قديش اف ستارتنج. هل بقدر احسب انا اي ستارتنج؟ ستارتنج يعني انا ببدا اعمالي من اي ستارتنج معروفه واحده 120 على 0.3. هذا اللي هون قديش زيرو مش هيك؟ ليش زيرو؟ لان السرعه في البدايه زيرو. اذا عندي اي ستارتنج راح يساوي 120 على 0.3 واللي هي 400 امبير. طيب اذا ايش الفورس ستارتنج؟ الستارتنج فورس قديش راح تكون؟ وين بحسبها؟ اي في بي. اي في ال في بي. ال قديش؟ 10 بي 0.1. 10 في 0.1 راح تعطيني 1، ايش راح تضل عندي؟ اي. اذا هذه بتساوي 400 نيوتن. قيمة عادية 400 نيوتن راح يبدا يخلي هذا يتسارع بشكل سريع. هلا بدا هذا يتحرك. خليني احسب افترض افشنتي لود، راح اخذ الحالة الأولى اللي هي نو لود وبدي الاقي قديش السرعة اللي راح يستقر عليها. هلا في اللحظة اللي هذا بيستقر عليها راح يكون في عندي كرنت، والكرنت كافي بس يتغلب على قديش؟ على 20 نيوتن مش هيك؟ إذا أنا بدي عندي في اف نو لود لما يكون افشنتي لود نو بدي يكون هذا يعطيني بس 20 نيوتن اللي هي الفورس اللي مطلوبة. هلا اذا طلعنا هون الفورس المطلوب ب 20 نيوتن متر، شو بقدر احسب الان من هذا القانون؟ الاي. ايش الكرنت اللي مطلوب في هذيك اللحظه؟ الفورس على 20 نيوتن متر. اي بتساوي الفورس على ال بي مش هيك؟ انا هلا هون راح انسى الفيكتورز شوي، احنا عارفين انه في الفيكتورز بس انا عم بحط بس ارقام هناك. يعني في النهايه اذا هذا الساين الزاويه 90 درجه ساين ثيتا راح يكون واحد، راح تطفي ال في بي في اي. يعني الماجنتيود تبع اف شو بيساوي؟ الماجنتيود تبع اي، الماجنتيود تبع ال، الماجنتيود تبع بي. اذا هون عندي بالحاله هاي 20 نيوتن متر بدها تساوي اي راح اسميه نو لود، يعني هذا الكرنت اللي راح يسحبه وقت نو لود، وعندي 10 متر في 0.1 تسلا. فبصير عندي هلا اذا اي نو لود شو بيساوي؟ بيساوي 20 على 1 ويساوي 20 امبير. هلا فكروا لي شو معنى ال 20 امبير هون؟ يعني انه هذا السيستم بعد ما يبدا رح يبدا قديش الكرنت؟ 400 يوصل ستيدي ستيت ستيبل. فيش لود، انا ما حطيت في البدايه لود عليه، بس بدي اياه يمشي اشوف شو سرعته اللي بيقدر يضل فيها بس على الفريكشن. رح يضل ينزل الكرنت لانه رح يتكون عندي باك ام اف مضبوط؟ طيب في اللحظه اللي هو ماشي فيها على على هذا الكرنت 20 امبير، عندي 20 امبير في 0.3، قديش 20 في 0.3؟ 6 فولت. اذا في عندي 6 فولت هون وعندي 120 فولت هون، اذا وين تبين؟ بالله 114 فولت رح تتكون هون. ايش رح كيف رح تتكون 114 فولت هون حسب اي قانون؟ الباك ام اف فاراديز لو. حسب فاراديز لو رح تتكون عندي على هاي الرتبه اللي موجوده هون 114 فولت، ال 114 فولت رح تقاوم ال 120 رح تضل 6 فولت، ال 6 فولت رح تتقسم على هذا الاي اي ار اي هون. اذا عندي 114 فولت رح تكون متكونه هون، بي احنا عارفينها مش هيك؟ وال عارفينها. اذا قديش بي راح تكون؟ راح تكون البي جسم البي في فاكيوم على السرعه مش هيك؟ يعني هلا راح يصير عندي ات نو لود كونديشنز راح يكون عندي 114 فولت اللي هي الباك ام اف اللي متكونه هون تساوي في، انا ما بعرفها بدي احسبها، عندي بي 0.1 وطول 10. اذا في شو بتساوي الان؟ 114 ايش؟ ايش الوحده؟ فولت متر بير سكند. متر بير سكند هي راح تطلع فولت وهي راح تطلع عندي تسلا وهذه متر. اذا حسبتهم هذول راح الاقي انهم بيطلعوا معي متر بير سكند. اذا لو انا جيت السيستم هذا بديته شغلته راح يبدا في البدايه فروم ستيشنري، راح تكون سرعته في البدايه زيرو، راح يتسارع في البدايه بسرعه بعدين راح الاقي بطأت سرعه، يعني زادت سرعته بس بعدين بطل وصل سرعه ثابته. لما يوصل سرعته بهذا الاتجاه 114 متر بالثانية راح تصير ستيدي ستيت، راح يضل ثابت على 114. على 114 متر بالثانية في فورس كفاية مكونة فيه، الفورس هاي بتسمح انه يتغلب على 20 نيوتن بهذا الاتجاه، والكرنت اللي بسحبه في هذيك اللحظة 20 امبير، يعني وفيش لود عليه، فهو كل الأعمال بيعمله بيتغلب بشكل 20 نيوتن حتى يقدر يتغلب على الفريكشن اللي موجودة، وعم بسحب من هون الكرنت 20 امبير، إذا النو لود كرنت تبع هذا هو 20 امبير، وفي هذيك اللحظة سرعته رح تكون 114 متر بالثانية. هذا بيمثل بالنسبة للدي سي موتور، لو أنت شغلت الدي سي موتور ما فيش عليه لود خارجي، بس في لوسز في داخله مش هيك؟ مش في فريكشن، حتى المحرك مش في فريكشن،
راح تلاقي بيسحب كارنت. الكارنت اللي بيسحبه 20 امبير خفيف قليل بالنسبه هلا نشوف الريتد لود. والسرعه اللي راح يكون يمشي فيها راح تكون اعلى شوي من السرعات اللي هلا راح نشوفها بعدين. اذا هاي كانها نو لود سبيد، يعني هاي كانها في كمان راح اقدمها نو لود. انا قلت نو لود يعني نو لود من هذا، بس هو في 20 نيوتن فريكشن عماله بتقاوم. اذا هي جاوبنا اول سؤال. خلينا نحط هون كيرف، رح نضلها نرجع لهذا الكيرف واحنا بنشتغل، رح ارسم الكيرف هون. فانا عمالي بقول انه عند تقريبا 20 نيوتن هي هذه هون رح تكون الفورس النيوتنز، وهذه هون السبيد في المترز بير سكند. هون السرعة عندي 114. إذا هون اللي عماله بيعمله بهاي اللحظة هذا سبيد فورس كيرف، عماله بيمشي على 114 متر بالثانية وبعطيني فورس مقدارها 20 نيوتن، بس هاي 20 نيوتن بس بتتغلب على الفريكشن اللي موجود في السيستم. هلا شو رح تعمل على السيستم هذا؟ هو ماشي على 114 متر بالثانية، سطرت على الجهاز أو حطيت على التور اللود اللي موجود هون او في الميزان الوزن اللي هون حطيت قديش؟ 3 كيلوغرام. شو مباشر رح يصير فيه؟ رح يحس انه في فورس معاكسه عم بتقاوم، مش هيك؟ ايش رح يبدا يعمل؟ رح يبدا يتباطا، لانه هو عم بعطيني بس 20 نيوتن، هلا صار عليه 50 نيوتن. لما كانت 20 و20 كانوا الاثنين بالغبار، كان ماشي بكونستنت سبيد. مش اذا عندي جسم ماشي بسرعه معينه وما فيش عليه فورسز، مش بضل ماشي بهي السرعه للابد؟ مش لو انا مسكت الكره هذه ورميتها بالفضاء الخارجي ما فيش عندي فريكشن، رح تضلها ماشي بهاي السرعه لابد، فيش فورسز بتاثر عليها. لكن بالحاله هاي رح يصير في عليه 30 نيوتن، 30 نيوتن و20 عليه 50 بهذا الاتجاه، هو بعطي 20، ففي 30 نيوتن نت عمال تخليه يتباطأ. لما هو يتباطأ شو رح يصير بسرعته؟ بتقل. لما تقل هذا كونستنت، هذا كونستنت، هذا نزل، لما هذا نزل شو صار بالباك ام اف؟ نزل. اذا لما نزلت الباك ام اف وهذا كونستنت وهذا كونستنت رح يزيد عندي الكرنت، رح يزيد الكرنت بحيث انه ينتهي على سرعه، السرعه هاي تعطيني كم نيوتن؟ اكثر من 30 نيوتن. 50 نيوتن. اذا رح يوقف عند سرعه معينه، السرعه هاي رح تخليه يعطي 50 نيوتن. ما دام انا عارف الفورس الجديده، شو بقدر احسب الان؟ الكرنت الجديد. إذا خلينا نحسب هون. إذا الحالة هلا اللود صار 3 كيلوغرام. لما اللود صار 3 كيلوغرام كم نيوتن احنا بسطناهم بدل ما ناخذ 1.1 اخذنا 10، إذا صار رح يصير عندي هلا الفورس تبعت اللود الأول 30 نيوتن، الفورس توتال هلا رح تصير بتساوي 50 نيوتن، لأنه بده يعطيني 30 نيوتن حتى يسحب الأوبجيكت هذا و20 نيوتن عشان يتغلب على الفريكشن. صار عندي الان 50 نيوتن بتساوي اي ام 1 او اي 1 مضروبه في ال في بي. اذا عندي هون 50 نيوتن بتساوي اي اللي بدي اعرفها راح اسميها اي ام 1، يعني راح اعتبر هذه ام 1 مضروبه في بي ال اللي هي 10 متر وبي اللي هي 0.1. اذا هون اي ام 1 شو بتساوي؟ 50 امبير. هل ارتفع الكرنت؟ طبعا ارتفع. شو كان قديش هون؟ نو نو كان 20. شو صار هلا؟ 50. نعم. ليش بس 30 نيوتن موجود؟ ال 30 بس ضرب 3 كيلوغرام في 10. الكتلة ما بتنفعني، الكتلة مش فورس، بدي أحول الكتلة هاي لفورس. هاي الكتلة في عليها وزنها 30 نيوتن. إذا صار عندي هلا الكرنت الجديد اللي موجود هون، الكرنت الجديد اللي موجود هون أي أي آر أي، بقدر أحسب مثلا يا بقدر أعوض هون، إذا عوضت هون شو بيطلع معي؟ الباك يمك، مش هيك؟ إذا أنا عندي في اس قديش؟ 120 فولت بدها تساوي اي اي الجديدة صارت 50، إذا بدي أضرب 50 في 0.3 زائد الباك يمك اللي بدي أحسبها اللي هي في ام اف. إذا في ام اف شو بتساوي الآن؟ 0.3 في 50 قديش؟ 3 في 5 15. 15 بدل ما هناك بتصير عندي 150. إذا في EMF على M1 بتساوي 105 فولت. ايش السرعه اللي لازم امشي عليها حتى يتكون عندي باك EMF مقدار 105 فولت؟ وين برجع؟ برجع ل B في B في L حتى اطلع السرعه. B في L 10.1. اذا السرعه شو بتساوي الان؟ 105 متر بالثانيه. هل نزلت السرعه؟
كانت السرعه هون 114 متر بالثانيه صارت الان 105. النزول هذا كان ضروري عشان انزل الباك ام اف واقدر اسحب كرنت زياده. شوف لاحظ كيف السيستم عمال بنظم نفسه، نزل السرعه كانه عمال بنظم نفسه بشكل ذكي. في على فكره في نيجاتيف فيدباك اللي ماسكين لكم كنترول، احنا بنقدر نثبت انه هون في نيجاتيف فيدباك بالسيستم. فهون نظم نفسه، نزل السرعه، لما نزل السرعه نزل الباك ام اف قدر يسحب كرنت اكثر، لما قدر يسحب كرنت اكثر رفع الفورس تبعته فصار يقدر يمشي السيستم بشكل. هلا نحط النقطة هاي، صار عندي أنا على 105 متر بير سكند، أعطيت 50، نفترض هاي 20 و20 تقريبا، هون عندي 50 نيوتن، 114 نزلنا تقريبا لهون 105، وهي 105. نحسب نفس الشيء، هلا نحسب على اللود الثاني على 8، على 8 عندي 8 في 10 80 نيوتن و20 100 نيوتن. إذا هون عندي صارت هلا اف 2 تساوي 100 نيوتن، أو اف توتال عفوا، اف توتال رح تصير 100 نيوتن بالحالة هاي. إذا صار عندي الآن 100 نيوتن بدي أجي هون على الفورس، عندي 100 نيوتن بتساوي اي في 1 في 1، إذا اي شو بدها تصير الآن؟ اي 2 أو ام 2 بتصير 100 أمبير. لما صارت 100 أمبير برجع نفس الشيء على المعادلة تبعت كيرشوف فولتج لو، من هون عندي 120 فولت بتساوي 100 امبير في 0.3 اومز زائد في اي ام اف ام 2. اذا هون عندي 100 في 0.3 راح تعطيني 30، 30 على الجهه الثانيه بتعطيني 90. اذا عندي في اي ام اف على ام 2، يعني لما حطيت الوزن هون 8 كيلو صار، راح يصير عندي باك اي ام اف 90 فولت. نزل الاي ام اف شو بده لازم يرتفع؟ الاي السرعة عفوا، بشكل الاي حسبناه. فلما صارت عندي هلا هاي 90 فولت رح يصير عندي السرعة 90 في بي في ال، إذا السرعة تبعت ام 2 حتصير 90 متر بالثانية. هل نزلت السرعة؟ نزلت كمان، ردت نزلت كمان السرعة، هلا صار نازل من 114 متر بالثانية، نزل ل 105 متر بالثانية، نزل ل 90 متر بالثانية عشان يقدر يرفع هذه. فأنا لما أحط أوزان أكثر شو رح يصير بسرعة رفع الأوزان هاي؟ رح تطير. إذا صار عندي هلا 90، عم تفضل في سؤال 90، وقديش عندي من هاد؟ 100 نيوتن. إذا 100 نيوتن تقريبا رح تكون هون 100، والسرعة عندي هون تقريبا 90، تقريبا رح تكون هون، هو خط مستقيم طبعا بس أنا برسمه. إذا هذا لاحظوا كيف عماله بيعمل نوع من الريجيليشن، عماله بتتغير، تنزل السرعة وترتفع التورك، كل ما رفعت التورك عليه شو بصير بسرعته؟ تنزل، كل ما نزلت التورك عليه شو بصير بسرعته؟ بتطلع، وهذا الكيرف اللي موجود. بس هذاك الكيرف يعني لا لا لا، هو خط مستقيم، أنا بس رسمي تعبان. ليش بصير مرتين؟ فورت بصير صفر؟ هو هذا الخط أنا بظن بكمل بهذا الشكل، خط مستقيم. على في 120 السرعة صفر. السرعة ممكن توصل صفر هون. بس فريكشن، انا عندي هون فريكشن، يعني لو هو ماشي على 120 متر متر بالثانيه راح يكون التورك اللي بعطيني اياه زيرو، ما بقدرش اعطيني تورك. لاحظوا ليش؟ لما يكون ماشي على 120 قديش راح يكون كم فولت هون؟ 120 فولت. اذا هون 120 فولت وهون 120 فولت قديش الكرنت؟ زيرو. واذا الكرنت زيرو قديش التورك؟ قديش الفورس؟ زيرو. زيرو. بس انا ما ممكن امشي عليها لانه في عندي 20 نيوتن فريكشن. هاي موجوده نظريا، بس مجرد ما حطيت الفريكشن 20 متر لازم السرعه تنزل من قديش؟ من 120 متر بالثانيه الى 114، 6 متر بالثانيه اللي خسرتهم هذول عشان اتغلب على 20 نيوتن. نظريا لو ما عندي فريكشن كان بقدر امشي على 120 متر بالثانيه. الكرنت رح يكون وقتها زيرو. بس انا ما حبيت اعطيكم هذا المثال لانه فيش محرك دي سي بقدر يمشي على، لازم يكون في فريكشن. يعني انا اخذت المثال من الكتاب وضفت عليه الفريكشن عشان تشوفوا فكره الفريكشن، لازم يكون في عندي كرنت ماشي هون حتى يتغلب على الفريكشن الموجوده. قديش الامبير كان ماشي هناك عندي؟ كان عندي 20 امبير، مضطر انا امشي 20 امبير بس حتى يتغلب على الفريكشن اللي موجوده بالسيستم. اذا الحاله الثالثه رح تطلع معي، نحلها بشكل سريع، 13 كيلو جرام من هون ب 10 130 زائد 20 150 نيوتن. اذا الحاله الاخيره رح تكون 50 و5 رح تكون تقريبا هون. هلا لما يصير عندي اف 150 نيوتن 45 رح يصير عندي 150 في 0.3 45 45 من 120
راح تعطيني 75 75 راح يصير عندي السرعة 75 متر بالثانية. أنا إذا لاحظوا السرعة قديش تغيرت، تغيرت من 114 ل 105 ل 90 ل 75، كل ما عمالي بزيد بزيد تقريبا 5 كيلو عمالي كل مرة، زدته من 3 كيلو ل 8 كيلو ل 13 كيلو، نزلت السرعة بكل الحالات هاي اللي موجودة هون، السيستم عماله كأنه بنظم نفسه، كل ما زدت اللود عليه بنزل بتنزل السرعة فبنزل الباك اي ام اف فبزيد الكارت. رديت شلتهم هذول لو رديت شلت الأوزان هاي رح الاقي سرعة الرد طلعت مرة ثانية. هذا مهم البلين هذا عليه السرعه هون بنسميه سبيد فورس، بس بحاله الموتور الدوراني شو راح يصير هذا؟ سبيد تورك. سبيد تورك مهم لانه بوصف لي الجهاز هذا او الماكينه هاي كيف تتصرف عمالها بتغير السبيد وبتغير التورك.